السلام عليكم غزالة ديالي، كديرين؟ لاباس عليكم؟ كديري مع الصحيحة؟ مبروك عواشركم، مرحبا بكم فيديو جديد ديالي. اليوم ماما حبات انها تشارك معكم الرغايف اللي هو المقلي اللي كيجي على هذا الشكل هذا، وكيجي الصراحة رائع ومقرمش، كيجي غزال. حنا عودناه في بلاصة الشباكية، وصراحة كيخرج كمية بزاف، يعني كيخرج كمية كثيرة. وانا في الطبسيل ديال في الصحن ديال التقديم قدمت لكم غير باش تشوفوا الشكل كيفاش كيجي، اما هو راه كيخرج كمية كثيرة. اتوريهم كيفاش كيجي من الداخل. شوفوا، راه تيجي هشيشة، كيجي مقرمش وكيجي هشيشة البنات، كيجي تيجي صراحة هشيشة، فن، تيجي محلول. تيجي من الداخل صراحة غزالة البنات، كيجي فنيون تيجي وكيجي من فوق خاوي من هذا، من الداخل وكيجي بنين الصراحة، وصوبته تيجي بالعسل ديال محلول. الدار ان شاء الله. دابا تشارك معاكم العسل اللي كتخدم به ماما، وبصحتكم وراحتكم، وخليكم معايا باش تشوفوا، خليكم معايا باش تشوفوا المكونات والمقادير. بركة الله، كيف ما كتشوفوا معايا هنا عندي المكونات المقادير اللي غادي نحتاج للرغايف. عندي نحتاج هنا زلافة ديال الدقيق، عندي هنا في هاد الكاس مديره انا 2 معالق كبار ديال الماء زهر، مديره معاه شويه واحد القبصل ديال زعفران الشعره، عندي هنايا 2 معالق كبار ديال الزبده، عندي هنا معلقه صغيره ديال السنيده، عندي معلقه صغيره ديال خماره الحلوى، خماره عاديه، هاد الخماره كناخد منها غير معلقه صغيره، عندي هنا قبسة الملحة، وعندي هنا رشة ديال القرفة، وهنايا عندي معلقة كبيرة ديال النافع وحبة حلاوة، ديجا أنا طحناهم مغربلاهم، معلقة كبيرة مخلطة فيها النافع وحبة حلاوة. وهنا غادي نحتاج معلقة صغيرة ديال الخل، وغادي نحتاج النشا باش غادي نورق العجينة. غادي نبداو على بركة الله، ماما هي اللي غادي تبدا معاكم هاد الوصفة ان شاء الله، هي اللي غدير معكم الخليط. السلام عليكم، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ كي دايرين وليداتكم؟ ياك بخير. انا غنشارك معكم هذا المقلي معسل. تبغى دير العجين؟ اول حاجه كتغربل الدقيق كيف ما كتشوفوا، زلافه خمرت الحلوى تاهي تغربل، نديرو هاد خمارة معلقة صغيرة البنات، لما باقي كلشي راه مغربل. الزبدة الا كانت عندكم على درجة الحرارة بلا ما تذوبوها، كنتو كانت في الفريغو وجبدتوها ذوبوها، انا عندي على درجة الحرارة، درجة حرارة المطبخ يعني ديجا دايرة. بسم الله، معلقة سنيدة، السنيدة هنا معلقة كبيرة مخلطة ما بين النافع وحبة وحبة حلاوة، حلاوة. هنا قبيسة ديال الملح، هنا رشة ديال القرفة، ما تكتروش القرفة باش ما تجيكمش مرة، وهنايا عندي 2 معالق كبار، معلقة ديال الخل، هنا عندي المعلقة ديال الخل غير صغيرة، معلقة صغيرة البنات ما تفوتوهاش. هنا 2 معالق كبار ديال الزهر مع زعفران الشعرة. صافي، وغدير الماء اللي غادي تحتاج انا باش تجمع بيه العجينة. دابا غندخل هاد الزبده وهاد سميتو ندخلهم في الطحين عاد باش ندير الماء. البنات في العجينه ما بغيناهاش حنا تكون خفيفه، العجينه خصها تكون شويه جامعه راسها، يعني شويه قاصحه باش تقدري تحصلي على رغايف زوينين. ثم دخلوا لها الزبده مزيان، عاد ديروا الماء، دخلوا الزبده مزيان في الطحين بحال اللي عاد تبسبسوها. اللي عندها الزبده كانت في الثلاجه تذوبها، تذوبها، حنا مع الزبده كنا جابدينها قبل يعني خايده الحراره ديال المطبخ، صافي درناها نيشان.
ملي كتحسي ان جمعتي الخليط كتزيدي عليه غير كديري الماء. صافي نتوما تندخل ليها ديك الزبده مزيان تبسبس تبسبسوها مزيان. دخلت لها ديك الزبده كامله عاد غنزيدوها دابا الماء راه ما خاصهاش تدلك. البنات ما تكبوش الماء بزاف حيت حنا بغينا ما تجيش خفيفه غير بشويه بشويه ديروا غير بشويه بشويه ما تجي قاصحه ما تجي خفيفه. كبوا الماء غير بشويه ايه بشويه بشويه. حيد انا هذه الموينات الطريقه ديالو البنات راه ساهله يعني تقدري ديريها وما تخافيش ما غاديش تغلبك راه ساهل. يلا انا غنجمعها ونرجع معاكم. صافي هذا هو الماء هذا هو القياس صافي ما غنزيدهاش الماء صافي. دابا صافي ها هي تجمعات صافي تنبغيوها بحال هكا ما تكون قاصحه ما تكون دايره. دابا صافي دابا ها هي دابا العجينه تكون قاصحه ما تكونش خفيفه تكون قاصحه شويه باش تجي رطبه تجي مشاده في راسها شويه. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله البنات هذا اللي دردرات هنا راه ما يزينه باش تكونوا عارفين. شرحي البنات شرحي راه كيبغيو يعرفوا بالتفاصيل. انتيا هادشي اللي مدايره في الزلافه راه مدايره ما يزينه هي اللي كترش في سطح العمل. دابا غادي ديرها بالمدلك ومن بعد غتجمعها وغتخليها ترتاح. طلقوها مزيان هي ديروا ليها اسميتو مزيانه حيت مزيانه تتخليها تتجي محلوله من الوسط وكتجي منفوخه وزوينه تتجي محلوله من الوسط. قد ما درت لها مزيانه قد ما مزيان. صافي دابا غتجمعيها ماما. اي صافي دابا غنطويها وخليوها واحد الساعه قد ما ارتاحت قد ما مزيان. الواحد يديرها في الصباح يعجنها وهذا ويخليها في واحد البلاستيكه حتى وكان يسالي ويجي ليها. دابا صافي دابا غنجيبو هذا هنا نديرو مزيانه نديرو هذا هكا نديرو مزيانه مزيان قد ما درتو مزيانه قد ما تجي منفوخه من الوسط. نرجعو هذا هك هكا هكا. دابا غدير لها السلوفان وتخليها البنات ساعة اللي بغيتي تخليها ساعة ونص خليها قد ما ارتاحت لك قد ما مزيان. خليها ساعة أكثر من ساعة خليها قد ما ارتاحت تعطيك الطوع. لكن ساعة صافي غير ساعة راه قاضية الغرض. صافي بحال هكا صافي تخليها ساعة وهنا نرجع معكم اللي بغي نطلقها نرجع معكم. يلا دابا دازت ساعة أنا رجعت باش نطلقها. بسم الله كترو مايزينا مني تبغيو تطلقوها كترو ليها مايزينا بزاف مزيان. هي قد ما طلقتو ليها مايزينا قد ما مزيان
دابا هي راه قد ما ارتاحت، قد ما مزيان. دابا انا غنطلقها ان شاء الله معكم يا ربي. بسم الله. حنا البنات خليناها ساعه ارتاحت على خاطرها، تطلقات على خاطرها عدات ماما غتبدا تخدم فيها. دابا هانتوما شويه بالحظه بالحظه غادي تسرحيها تولي رقيقه. ياك تولي رقيق قشر غليظه. حنا عوضنا هاد الرغايف بالشباكيه. وروحتي دير شويه شويه بصح غير بشويه بشويه البنات، حتى حتى كتولي رقيقه باش تقدروا انكم تخدموا تجيكم سهله. كتجي سهله ماما في المدلك. ايه الا خليتيها ديك الساعه ولا ساعه وشي حاجه راه تت صافي تتولي دايره الطايه دغيا كتلقات. كيف ما شتو كنورقوها غير بمايزينا ماشي دقيقه البنات، غير بالنشا. ديروش فيها الفورس نهائيا، تقولوا غنديروا الفورس. لا ديروا الفورس غير في الخليط صافي. دابا صافي الصلاه على النبي، انتما تولي بحال هكا رقيقه قد ما رققتوها قد ما تيجيو منفوخين. صافي دابا يا بسم الله نقادها. هادو راه باقيين تنرجعهم غير نقاد هاد الجناب هادو هاك. هادو راه ما يضيعوش باقي نعجنهم وتخليهم ثاني كيرتاحوا عاد كتعاودي فيهم ثاني الخدمه. بالصحه البنات عاودتي نسرحهم بالمكنسه بما تقلي هادو يطاعوا يرتخفوا ليها الاخرين تعاود تخدم بيهم. دابا كدير الجناب ديالها باش يجيو هكا الجناب باش يجوني المثلث من داك ديري مربعات المربعات السلوفان ماشي ترجع ديرهم ثاني في السلوفان وتخليها بما تقلي هذا غت ترجع تخدم بيهم. يا بسم الله بغيت نصور لكم سيري ديري صغر من هكاك حيت كيتنفخو رقي هذا بعد صغري ديرو على الحساب اللي بغيتوهم نتوما كبار صغار متوسطين كي اللي كيبغيهم دايرين. حنا بغيناهم مربعات كل واحد وكتيبهم كاين تيديرهم صغار قطعيهم صغار نقطع مرحلك. هاكا كنت زبيتيهم تيك القياس كيمشيو فيها صافي. نقطع معاكم انتم حباباتي ها كيفاش كيجي قطعتهم هاكا بهذا الشكل غير بالجراره حيت ما عنديش الطابع فخدمت بالجراره وراه جات زوينه كيف ما كتشوفوا. ايوا دابا ماما مديره المقله كنديرها فيها الزيت كتسخن ومن بعد احنا معاكم في القليان باش توريكم الطريقه باش غادي تقليو الرغاف. هنا البنات ماما ملي بغات كتبغي تجرب بالزيت وزعما سخنات ولا لا كتلوح طريف صغير ديال العجينه صافي هي عرفات انها سخنات كتلوحي ماما العجينه ملي كتبدا تطلع كتبدا تطلع الفوق خاصك ديري عليها هاد الزيت. هي غتوريكم ماما كيفاش كدير لها باش كتجي منفوخه. حاول ماما تبعدي من بعضياتهم فوق تبدا تطلع كتبدا تكبي عليهم الزيت بحال هكاك.
لا تطلع تطلع ما تديريهاش باش كتجي منفوخه وكتجي زوينه. شو البنات غير هما كبوا عليهم الزيت من الفوق، واخا تقولوا الزيت راه كثير في المقله كبوا عليهم الزيت من الزوق ضروري من الزيت بحال هكا. ونقصوا العافيه على نار مهيله، غير تسخن الزيت صافي نقصوا العافيه. العسل ديروا فيه واحد الملعقه ديال الماء الزهر، خاصك ماما شي نهار تجربي معاهم ووريهم الطريقه معاهم العسل، تشاركي معاهم العسل اللي كديري في الدار ان شاء الله. هذا العسل البنات اللي عندي هنايا، العسل ديال الدار مصوباه ماما. شوفوا كي يتنفخوا كيجيو زوينين، كيجيو مقرمشين. هنا البنات ماما ملي بغات كتبغي تجرب الزيت زعما واش سخنات ولا لا، كتلوح طريف صغير ديال العجينه صافي، هي عرفات انها سخنات غتلوحي ماما العجينه. ملي كتبدا تطلع الفوق خاصك ديري عليها هذا الزيت، هي غتوريكم ماما كيفاش كدير لها باش كتجي من فوق. حاول ماما تبعدي من بعضياتهم، فوا تبدا تطلع كتبدا تكبي عليهم الزيت بحال هكا. لا تطلع تطلع ما تديريهاش باش كتجي من فوق وكتجي زوينه. شو البنات غير هما كبوا عليهم الزيت من الفوق، واخا تقولوا الزيت راه كثير في المقله كبوا عليهم الزيت من الزوق ضروري من الزيت بحال هكا. ونقصوا العافيه على نار مهيله، غير تسخن الزيت صافي نقصوا العافيه. العسل ديروا فيه واحد الملعقه ديال الماء الزهر، خاصك ماما شي نهار تجربي معاهم ووريهم الطريقه معاهم العسل، تشاركي معاهم العسل اللي كديري في الدار ان شاء الله. هذا العسل البنات اللي عندي هنايا، العسل ديال الدار مصوباه ماما. كيفما شفتو البنات ماما راه ما زاكياش، يعني كتبقى تكب عليهم الزيت كتنفخو كيجيو غزالين. شوفو البنات كيتنفخو كيجيو معرتي من الداخل مقرمشين كيجيو معسلين. هانتوما حبايبي كيتنفخو في البلاصه كتنفخ، شفتو تبارك الله. شوفوا هنايا عرفتي البنات كيجي مقرمش، بغيت نهز لكم غير شي وحده هكا بيديا. شوفوا كتنفخ ديك العجينه عرفتي من الداخل كتجي مقرمشه مقرمشه مقرمشه، حتى الاخرون هرس لكم شي وحيده. هنا مديره العسل و باش كنديرهم فيه، راه ساهلين ساهلين في التحضير البنات. اللي كاع ما داك راه عيب شويه بشويه دغيا، مجرد حطوهم كبوا عليهم الزبده بحال هكا يتنفخ، ما تخافوا ما والو. بغيت نقول لكم ملي كتهزوهم من المقله تحطوهم في الكاسرونه هنا ديال العسل، ما تحطوهمش بجهد مع دغيا دغيا كيتهرسوا. بغيت ماما عاد نهرس واحد الوحده قدامهم ياك، حنت هما سخان بلاتي تنمشى ديالهم دغيا طرطقات كيتهرسوا دغيا. غزالاتي كيف ما كتشوفوا دابا وصلنا لنهايه الفيديو، راه الرغايف كيفاش كيجا الشكل ديالهم. وبغيت نقول لكم بالنسبه للشكل كيبقى لكم اختياري على حسب الطابع اللي عندكم، عندكم طابع دائري او مربع او مستطيل. حنا كيف ما شفتوا خدمنا حنا غير بالجراره. بغيت نقول لكم حتى التزيين كيبقى على الذوق ديالكم، كل اللي كيدير شي جلان هكا مدردر، كل اللي كيدير كاين اللي كيدير النص ديالها بالجلجلان والنص كيبقى صاين، على حسب كل واحد والذوق ديالو. والحبيبات ديالي بصحتكم وراحتكم وعواشركم مباركه.